شكرا السيده المستشاره المحترمه. من جهه كيف كنت تنقول المكتب تيعمل على تطوير الطاقه الاستيعابيه ديال المطارات اللي تيسهر عليها، وتيسهر ايضا على التحسين ديال الاستقبال وتجويد المرافق والخدمات المقدمه للمرتفقين، وتيتعاون في هذه القضيه هذه مع مختلف الفاعلين داخل المطار، وتيرتكز العمل حقيقه على تنميه راس المال البشري داخل المطارات، بالاضافه بالطبع الى انفتاح العالم. المجهودات اللي قام بها المكتب مكنت واحد العدد ديال المطارات باش تاخذ علامات تميز مهمه، على سبيل المثال مطار الدار البيضاء حظى بثلاثة ديال علامات التميز برسم سنة 2022، أحسن مطار بإفريقيا، المطار ذو المستخدمين الأكثر تفاني في العمل في إفريقيا، وأيضا المطار الذي يمتلك المسار الأسهل للمسافرين في إفريقيا. وبالإضافة هذا في إفريقيا، كاين تصنيف آخر ديال سكاي تراكس اللي صنفوه من أفضل خمسة مطارات الأكثر تطور عالميا، ومن أفضل خمسة مطارات من أصل 54 مطار اللي ليها ربط جوي بالمملكة، برسم واحد الاستطلاع ديال الجوده تيقوم به المجلس الدولي للمطارات اي اس كيو اس سنه 22. وتنعرف بانه هاد يعني الانجازات تتنافى مع بعض يعني القضايا اللي تداول، لانه هذا ما تيمنعش بانه في بعض الاحيان تيوقعوا مشاكل داخل المطار، والمستعملين ديال المطار كاينين داخل القاعه، واذا وقع شي مشكل راه تيجيب الله المشكل دائما مطروح. اما بخصوص الموارد البشريه ديال المكتب وهي تقريبا 2466 مستخدم، من خلال الحوار المستمر مع مختلف التمثيليات النقابيه توقع على ثلاث اتفاقيات خلال السنتين الماضيتين باش ناهلوا المواد البشريه، تمثلت اساسا في تحسين اجور المستخدمين، مراجعه دليل تصنيف المهن والكفاءات لبعض الفئات، وتحسين ظروف وطبيعه العمل، بالاضافه الى تطوير خدمات العمل الاجتماعيه. وتحرص ايضا المكتب على تنظيم دورات تكوينيه داخل المغرب وخارجه بهدف تنميه وتطوير الكفاءات ديال موظفين المكتب. ايضا من اجل مواكبه ارتفاع الحركه الجويه، المكتب غادي يقوم بتقويه التكوين الاساسي ومواصله الانتقاء والتوظيف للكفاءات المختصه. واخيرا في اطار تجويد بيئه العمل، على المكتب عن طلب عروض باش يبني مقر اداري جديد بقرب المطار ويخرجوا من داخل المطار ديال النواصر، وهذاك الموضوع اللي اليوم مكتب داخل المطار ديال النواصر غادي يصبح هوتيل للناس اللي تيجيو من مختلف القارات، يقدروا يباتوا داخل المطار قبل ما يخرجوا واخا ما يكونش عندهم الفيزا. وتعمل ايضا المكتب على تاهيل وسائل واليه العمل وتسريع التحول الرقمي لجميع المصالح ديالو. شكرا.